محمد بن راشد يطلق الأجندة الوطنية للإمارات خلال السنوات السبع القادمة وصولا لليوبيل الذهبي للدولة عام 2021. برئاسة ولي عهد الشارقة، المجلس التنفيذي يصدر قرارا بشأن التفرغ الجزئي لموظفي الدراسات العليا داخل الدولة. وفي نشرتنا، وزير البيئة والمياه يفتتح مؤتمر استخدام المياه العادمة المعالجة في الوطن العربي، الواقع الحالي والآفاق المستقبلية. حياكم الله، كانت هذه أبرز عناوين أخبار الدار، قدمتها لكم سعيد بوغازيين من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام، وأدعوكم الآن لمتابعة التفاصيل. أخبار الدار تنطلق من العاصمة أبوظبي، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وبحضور مسؤولين من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ووسائل الإعلام، أطلق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات خلال الأعوام السبعة القادمة وصولا لرؤية الإمارات 2021 في عيدها الذهبي بمناسبة إكمالها 50 عاما من اتحادها. وتضمنت الأجندة التي عمل عليها أكثر من 300 مسؤول من أبناء وبنات الوطن من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية خلال الفترة الماضية، أهدافا ومشاريع في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة أن المرحلة السابقة شهدت الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ومن خلال آلاف فرق العمل الاتحادية والمحلية التي عملت تحت رؤية واحدة وقيادة واحدة، حيث حصلت دولة الإمارات على المراكز الأولى في الكثير من المجالات. وإلى الإمارة الباسمة، حيث أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرارا بشأن التفرغ الجزئي للموظف لمتابعة دراسة الماجستير أو الدكتوراه داخل الدولة. جاء ذلك خلال انعقاد اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي بمكتب السمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي. تفاصيل القرار ومواضيع أخرى مع الزميل أحمد البيرك. كان جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حافلا اليوم بالعديد من القضايا والموضوعات التي أفضت معظمها وبعد مناقشتها واستعراضها إلى العديد من القرارات التي تخدم إمارة الشارقة. فالمجلس الموقر برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة أصدر قرارا بشأن التفرغ الجزئي للموظف لمتابعة دراساته العليا داخل الدولة، حيث جاء في نص القرار أن الطالب الذي يدرس لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى الجامعات أو الكليات بالدولة وتتطلب دراسته حضور محاضرات صباحية لاستكمال المساقات الاستدراكية يمنح إجازة دراسية براتب شامل عن نفس الأيام التي تقرر فيها المحاضرات الصباحية، وذلك وفق جدول المحاضرات المعتمد من الجامعة أو الكلية التي يدرس بها الموظف. وتضمن القرار عددا من الاشتراطات التي يقدمها الموظف لجهة عمله للاستفادة من القرار. بعدها تطرق المجلس التنفيذي إلى آلية تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة والمتعلقة بتوفير الخدمات الصحية لكبار السن، حيث أطلع سعادة عبد الله علم حيان رئيس هيئة الشارقة الصحية المجلس على تقرير حول المستفيدين من البطاقات الصحية بالمستشفى الجامعي بالشارقة ممن شملتهم المكرمة والبالغ عددهم 2529 فردا من المنتفعين من الخدمات الاجتماعية والموظفين المتقاعدين. وبعد أن قدم السادة أعضاء المجلس عددا من الملاحظات التطويرية حولها وجه المجلس تضمينها في التقرير، ثم طرح سعادة ناصر خميس النقبي رئيس دائرة البلديات والزراعة
للمجلس الموقر المقترح المتعلق بتوحيد الشعار الخاص بكافة بلديات الإمارة. وجه على إثرها المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع دائرة البلديات والزراعة لمزيد من الدراسة. من جانب آخر، اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من سعادة سلطان بن هد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بشأن تطوير بعض القطاعات المهمة في الإمارة، حيث أثنى المجلس في نهاية العرض على الدراسة ووجه الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيدا لتعميمه. وبناء على المرسوم الأميري الخاص باللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اعتمد المجلس التنفيذي الطلب المقدم من المجلس الاستشاري بشأن مناقشة سياسة عدد من الدوائر والهيئات في الإمارة، والتي ضمت دائرة الموارد البشرية ودائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي ودائرة شؤون البلديات والزراعة والأمانة العامة للأوقاف ودائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وعودة إلى العاصمة أبوظبي، حيث شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية حفل تكريم الفائزين بجائزة البردة في دورتها 11 الذي نظمته وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في إطار الاحتفال بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، وذلك بالمسرح الوطني في أبوظبي، وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من كبار المسؤولين بالدولة. وأهدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال كلمته نجاح الجائزة عبر جميع سنواتها وحتى الآن إلى صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، مضيفا أن الفضل يرجع إلى مقامه في دعم وتشجيع مثل هذه المبادرات الرائدة التي تسهم في تجلية معالم الحضارة الإسلامية التي هي رمز هويتنا ومبعث قوتنا بل وأساس تقدمنا وتطورنا في كافة المجالات. في الشأن الإنساني، وبعد صدور تقرير حول المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات ومؤسساتها المانحة للاجئين السوريين خلال العامين 2012 و2013، أوضحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي أن حجم المساعدات الإنسانية الإماراتية الموجهة إلى المتضررين من الأزمة السورية بلغ ما قيمته 306 مليون درهم و800 ألف درهم، وكذلك أي ما يعادل 83 مليون دولار أمريكي خلال العامين 2012-2013، حيث شكلت المساعدات الحكومية ما قيمته 206 ملايين درهم من القيمة الإجمالية. وأشارت معاليها أن المساعدات الإماراتية شملت توفير المواد الغذائية ومواد الإيواء ودعم المبادرات التعليمية والمبادرات الصحية وبناء المخيمات، خاصة مع شتاء القارس الذي يواجهه اللاجئون. ومع دخول الأزمة السورية عامها الثالث، وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين وغير المسجلين التقديري إلى ما يزيد على 2,340,000 لاجئ في الدول المجاورة و4,250,000 نازح داخليا حسب إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أعلنتها في شهر ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى 80,000 لاجئ فلسطيني نزحوا من سوريا إلى دول الجوار، فيما يوجد نحو 9,300,000 شخص بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية عاجلة خاصة خلال فصل الشتاء القارس. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، افتتح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أعمال مؤتمر استخدام المياه العادمة المعالجة في الوطن العربي الواقع الحالي والآفاق المستقبلية، والذي يستمر لثلاثة أيام. الموارد المائية في الوطن العربي هي الأدنى على مستوى العالم، لذا ظهرت على السطح قضية في الآونة الأخيرة، ألا وهي البحث عن موارد مائية بديلة للري في القطاع الزراعي للتقليل من استنزاف الموارد المائية الطبيعية، ومن بينها استخدام مياه الصرف الصحي. لذا جاء مؤتمر استخدام المياه العادمة المعالجة باستضافة دولة الإمارات وبتنظيم من وزارة البيئة والمياه. لدينا الحمد لله بدولة الإمارات تجربة ناجحة
لدينا خبرة تمتد تقريبا لحوالي 50 سنة في معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك الاستخدامات سواء في الزراعة التجميلية أو الزراعة الإنتاجية. فنأمل إن شاء الله من خلال المؤتمر أن يتم تسليط الضوء على هذا المورد وإعطاء حقه، بحكم أن يشكل مساهمة كبيرة في الميزان المائي للدول العربية. المؤتمر سيتناول الاستخدامات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمياه العادمة المعالجة وتأثيراتها البيئية من خلال المشاركة الواسعة التي يحظى بها المؤتمر من الدول العربية والمنظمات الدولية وممثلي الهيئات المحلية المعنية بالزراعة وهيئات إنتاج المياه المعالجة. اليمن يعاني من شحة الموارد المائية، وربما يعني من أفقر الدول العربية في هذا الجانب، فبالتالي نحن بحاجة إلى تبادل المعرفة والاستفادة من خبرات الآخرين في هذا الجانب، وهذا ما نأمل أن يتاح لنا من خلال مشاركتنا في هذا المؤتمر. أعتقد إنه ما ينتج لهذا في هذا المؤتمر سيكون بالنسبة لنا طريق لدراسته وتطبيقه في المستقبل إن شاء الله. فالمياه المعالجة هي مياه good quality وهي مياه متجددة ومستدامة تتكاثر كل ما كان عندنا تكاثر السكاني بالمدن، ومن هذا المنطلق نريد أن نستخدمها للزراعة لكي نوازن ما بين الأمن الغذائي والأمن المائي. مؤتمر استخدام المياه المعالجة الذي يعقد على مدى 3 أيام يختتم بورشة عمل تضم عدة محاور تشمل الاتجاهات المستقبلية والشراكات إلى جانب السياسات في استخدامات المياه المعالجة. لشح المياه وندرتها جاء مؤتمر استخدام المياه العادمة المعالجة في الإنتاج الزراعي بالوطن العربي لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي في ظل استنزاف الموارد الطبيعية بشكل مستمر. لأخبار الدار، محمد رمضان، دبي. مشاهدينا ومستمعينا، نشرة أخبار الدار متواصلة وتتابعونا بعد فاصل قصير. انطلاق موسم الصيد بالصقور في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة في مشهد يجمع الترفيه بالرياضة في قالب تراثي. عودة جديدة نواصل فيها عرض ما تبقى من أخبار محلية، فأهلا بكم. نصل إلى المنطقة الشرقية وضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية الذي تنظمه إدارة الفنون بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، حيث تم افتتاح معرض التصوير الضوئي لمنتسبي مراكز الفنون بالمنطقة الشرقية تحت عنوان زخارف ضوئية. التفاصيل في التقرير التالي مع زميل عاش الزعابي. هي تفاصيل وأجزاء من معالم وآثار ذات طابع إسلامي ضمتها صور علقت على جدران معرض زخارف ضوئية الذي افتتح في مدينة دبا الحصن والمندرج ضمن فعاليات الدورة 16 من مهرجان الفنون الإسلامية. المعرض ضم 23 عملا مصورا لأربعة مصورين من أبناء المنطقة الشرقية، أعمال عكست أفكارا مبتكرة أراد بها مبدعوها التعبير عن مكامن وجماليات الفنون الإسلامية، فركزوا بعدساتهم على كل رائع من زخرف وعمارة في تصميمات استغلت الضوء في أوقات مختلفة، ما نقل جماليات الواقع بحس الفنان المرهف الذي يضيف للعمل الفني بعده العاطفي ومشكلا في لقطاته حوارا إبداعيا متجددا وأحاسيس وأفكارا يريد إظهارها للمتلقي. طبعا مشاركتنا احنا في المهرجان هذه من خلال صور تبرز معالم دولة الإمارات وبالأخص إمارة الشارقة بما تتميز فيها من عمارة إسلامية. ولم يقتصر معرض زخارف ضوئية على اللوحات فحسب، بل رافقته ورش فنية ومحاضرة في التصوير الضوئي قدمها وأشرف عليها أساتذة في هذا المجال. طبعا من خلال هذه المعارض هم يعني يبرزون إبداعاتهم ومواهبهم، وبالعكس يعني إذا شافوا مثلا لو شافوا مثلا اللي عندهم هواة التصوير فأكيد بتشجعون وبيون يعني يشاركون بعد أكثر. المهم نحن نظهر إبداعات ومواهب الشباب المواطنين.
مهرجان الفنون الإسلامية ومواصلته النجاح حتى وصل إلى 16 دورة هو خير برهان على أن هناك تجاوبا واهتماما ونشاطا من قبل محبي الفنون مع فعاليات المهرجان، وذلك من خلال مشاركتهم في المحافل الفنية مع أقرانهم الفنانين الذين تجمعهم الرؤية البصرية الجمالية. ما زالت فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية متواصلة حتى الآن من خلال الورش التدريبية والمعارض التي تفتتح في مراكزها في مختلف مناطق المنطقة الشرقية. لأخبار الدار عائشة الزعابي، مدينة دبا الحصن. وفي شأن الخدمي، طرحت مجموعة بريد الإمارات خدمات وباقات جديدة لعملائها، وذلك بالتزامن مع دعوتها لعملائها الحاليين لتجديد اشتراكاتهم قبل 31 من شهر يناير الجاري لتجنب الغرامات المالية. حسام سليم والمزيد من التفاصيل. حركة نشطة من العملاء والعاملين هو ما شهده مكتب بريد الشارقة المركزي التابع لمجموعة بريد الإمارات التي أعلنت لعملائها من أفراد ومؤسسات عن ضرورة تجديد خدماتهم البريدية لضمان استمرارها، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من أصحاب الأعمال والشركات لما لهذه الخدمة من أهمية. مهم جدا أن الواحد يكون عنده صندوق بريد، مهم جدا أن أنت تجدد صندوق البريد في الوقت المناسب بحيث أن أنت ما تفقدش أي حلقة من حلقات التواصل. وصندوق البريد مهم جدا جدا للشركات خاصة، لأنه تجي معاملات الشركات. وتأتي دعوة بريد الإمارات لمتعامليها لتجديد اشتراكاتهم بهدف استمرارها في تقديم خدماتها بشكل يوفر الراحة وضمان جودة الخدمة التي حرصت على تطويرها من خلال باقات وخيارات مختلفة جديدة كخدمة منزلي التي تتيح لسكان الفلل والمنازل الاستفادة من خدمة تركيب صندوق ورقم بريدي جديد يمكن نقله في مختلف إمارات الدولة. فنحن الحين بنبدأها من 1 أبريل إن شاء الله بالشارقة، فبس أساس إن حبينا الناس يتفاعلون، يعني تعرف أنت كل منطقة فأقل شيء يعني محتاجين يعني 10-15 بيت، يعني أساس إن نبدأ الخدمة يعني. فنحن قاعدين يعني نسوي حملات الحين لا أساس إن نلم أكثر نسبة يعني. وللاستفادة من الخدمات البريدية الجديدة أو تجديد الاشتراك الحالي، ما على المستخدمين سوى زيارة أقرب فرع بريدي أو الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بمجموعة بريد الإمارات، وذلك لتفادي فرض غرامات مالية على المشتركين الحاليين الذين سيتأخرون عن التجديد بعد تاريخ 31 من يناير الحالي، كما سيتم إضافة غرامة عن كل شهر بعد 28 من فبراير المقبل، وسيسمح للعميل بتجديد صندوق بريده بعد انتهاء آخر موعد للتجديد شريطة دفع الغرامة المستحقة، وأن لا يكون صندوق البريد قد تم تحويله لمشترك آخر. لأخبار الدار، حسام سليم. أكد اللواء الدكتور محمد بن فهد مدير أكاديمية شرطة دبي على أهمية معرض ومؤتمر الأمن والسلامة إنترسك والدور الهام الذي يلعبه كمنصة حيوية لالتقاء أهم شركات ومؤسسات حلول الأمن والتقنيات الحديثة لمكافحة التهديدات والجرائم الإلكترونية. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي لإعلان تفاصيل معرض ومؤتمر إنترسك 2014، وتأتي أهميته من خلال أوراق العمل الهامة التي يطرحها المؤتمر الذي يقام بالتزامن مع المعرض، خاصة في قضايا توعية المجتمعات وأصحاب المؤسسات والشركات بسبل مكافحة الحوادث المهنية والحد من حوادث الحرائق وتطبيق معايير الأمن والسلامة وتحقيق التنمية والبيئة الآمنة. هذا ويربط منظمو معرض إنترسك النمو بمشاريع البنية التحتية والتطورات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية في المنطقة، والتي ساعدت على زيادة الطلب وإقبال الأفراد للتعرف على الحلول الحديثة التي يوفرها معرض إنترسك. محبو رياضة الصيد بالصقور يرتقبون بداية الموسم بفارغ الصبر، وذلك مع ظهور نجم سهيل وبداية انخفاض درجات الحرارة. نستعرض انطلاق موسم الصيد من خلال التقرير التالي. يرقب فريسته، يحدد مساره، ثم ينطلق. مشهد ألفه الصقارون واعتادوا عليه في كل أمسية تجمعهم لممارسة رياضة الصيد بالصقور، والتي ما يبدأ موسمها حتى يختاروا موقعا لهم لممارستها. يدفعهم شغفهم بهذه الهواية
وتجمعهم المحبة والمودة والإيمان. نحن عندنا الصيد هني من شهر عشرة، من شهر عشرة عندنا الصيد، طعامك يبدأ طعامك من شهر عشرة زين، يبدأ أول كروان ومن بعد الحبارة. البراري الجميلة والفضاء الفسيح يجمع الصقارين الذين يتناوبون على تدريب صقورهم وتجهيزها في أجواء من المتعة والتنافس، وسط حضور لافت للأطفال الذين أخذهم اهتمامهم وإعجابهم بل وارتباطهم بصقورهم إلى الحفاظ على هذا التراث الأصيل. والله طال عمرك هاي التراث، عشان ما تقول التراث، والواحد يعني التراث يعني إذا ضيع تراثه خلاص ما يعرف. اللي هذا الحين طبعا يقول خليتهم عشان ما تقول يتابعون التلفزيونات ويتابعون هذا، ضاع سلكهم وضاع كل شيء عندهم. الحين احنا نعلمهم وهم يحبون هالشغلة، وهني طال عمرك تحفظهم عن المتاهات اللي ممكن يدخلون فيها. اشجعهم عشان يسوون طيور يعني نفس هذا، هذا لا تبع وحش، هذا حر، هذا كل نوع لهم. قلت لهم سووا تبع وحش او تبع جيل، شاركوا في شارة حمدان للناشين، علموا الطير عشان ان شاء الله تسبقون. التقنيات الحديثة والأدوات المتطورة لم يكن لها إلا أن تدخل هذا المجال العريق، إذ يستخدمها الصقارون لتدريب صقورهم وتجهيزها تمهيدا لموسم طويل، يتبادلون أخباره وحكاياته في جلسة على دفء نار الشتاء. بنظرها الحاد الذي يرصد فريستها على أبعد من الميل، استهوت هذه الجوارح محبي رياضة الصيد بالصقور وشغفوا بها لتضحي أسلوب حياتهم. لنشرة أخبار الدار حامد محمدي من المنطقة الوسطى بالشارقة. ختام أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة، وإليكم التذكير الأخير بأبرز العناوين. محمد بن راشد يطلق الأجندة الوطنية للإمارات خلال السنوات السبع القادمة وصولا لليوبيل الذهبي للدولة عام 2021. وكان في النشرة برئاسة ولي عهد الشارقة، المجلس التنفيذي يصدر قرارا بشأن التفرغ الجزئي لموظفي الدراسات العليا داخل الدولة. وزير البيئة والمياه يفتتح مؤتمر استخدام المياه العادمة المعالجة في الوطن العربي، الواقع الحالي والآفاق المستقبلية.